طبعا 112 عام يعني قرن من الزمن، مدة كبيرة جدا، يمكن كل 10 سنين بيجي جيل من الأجيال. يعني 112 سنة دي يعني معناها حاجة بتاعت 10-12 جيل أو أكتر. النادي الأهلي كسب جماهيريته مش فقط من كرة القدم، منذ نشأة النادي الأهلي وهو نادي وطني بالاسم النادي الأهلي، فاكتسب النادي الأهلي شعبية قبل ما يبقى في كرة من التسمية، وتأكد هذا الأمر بعد كده بالبطولات اللي النادي الأهلي كسبها في العشرينات. بطولات الكاس ابتدت من العشرينات، النادي الأهلي عنده أعتقد 36 بطولة كاس، وبعدين الدوري العام ابتدى من سنة 48 والنادي الأهلي عنده 40 بطولة في الدوري العام خلاف السوبر والبقية الحاجات التانية. في بطولات أفريقيا النادي الأهلي عنده 8 شامبيونز ليج وعنده 4 كاس الكؤوس الإفريقية وواحدة كونفدرالية، خلاف بقى بطولات أخرى عربية وأفرو أسيوية وكلام من هذا القبيل. كل هذه البطولات يعني اللي نجح فيها واللي كسبها للنادي الأهلي لعيبة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وكل المنتمين للنادي الأهلي بالفخر والانتماء. والبني آدم بيبقى عنده الكريديت إن أنا لعيب في النادي الأهلي، اسم كبير جدا. النادي الأهلي له إرث عظيم جدا في البطولات، إرث عظيم في التفاعل حتى في المجتمع وعلى المستوى الوطني ومستوى البلد سواء المنتخبات، كل ديت بتساهم في ان البني ادم يفتخر بانتمائه للنادي الاهلي، ان هو يعني ضمن هذا الصرح العظيم اللي امل باذن الله تعالى ان يستمر على هذا المنوال سواء في البطولات او في العطاء للبلد او للمنتخبات. اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة تن النادي الأهلي المصري بقى رقم واحد، العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. الميزة اللي موجودة إنه كل جيل بيتسلم من الجيل اللي قبله كل ما يعني يمت للنادي الأهلي بصلة، سواء كان في قوانين regulations مبادئ أساليب في الحياة، كل دي أمور كل جيل بيتنقلها عن الجيل اللي قبله ويحتفظ بيها بكل ما أوتي. يعني قوانين كرة القدم كان فيه هواية وبعدين بقى فيه عدم هواية، يعني فيه فلوس مصاريف انتقالات فيه احتراف بعد كده، فكل فترة من فترات دي لها طبيعتها وأحكامها في كرة القدم التنافسية في العالم سواء في بين الأندية وبعضها أو بين الدول وبعضها. فطبعا طبقا لهذه الأمور ممكن تتطور بعض المبادئ ديت بشكل لكي تواكب العصر اللي موجود فيه. يعني زمان كان اللعيبة كلها من النادي والأشبال بتطلع وتدعم، بمرور الوقت بقى في احتراف، الاحتراف فرض عليك انك انت المفروض بتكسب، لازم تكسب كل سنة، فأصبح في شراء لاعبين وبيع لعيبة، وأصبح شراء لاعبين أحيانا من أعمار صغيرة يكونوا بروميسنج، يعني يكون في سن الشباب ولا في سن الناشئين لكن نابغ، النادي الأهلي بيستقطبه وبعد كده يتطبع بطباع النادي ويبتدي يلعب يمثل النادي بشكل كويس.
في مبادئ في اللعب للفوز، يعني الفانيلة الحمراء معروف روح الفانيلة الحمراء من زمان وما زالت موجودة، وأكبر دليل عليها يمكن في كل وقت من الأوقات وفي كل دوري من الدوريات تشوف يعني في مباريات النادي الأهلي اللي يلعبها لآخر دقيقة فيها، ويمكن بعد الدقيقة 90 يمكن في عندكم شريط الإجوال النادي الأهلي سجلها بعد الدقيقة 90 بحيث أنه هو يعني بيعوض لو كان خسران أو بيفوز في أواخر الأوقات، ودي طبيعة موجودة لدى لعيب النادي الأهلي في كل العصور، كل واحد بيلعب للكسب باستمرار بروح عالية جدا. روح الفانيلا الحمرا وعودوا تنسوها، اللون الأحمر هو رمز البطولة. روح الفانيلا الحمرا وعودوا تنسوها، اللون الأحمر هو رمز البطولة. العلاقة اللي بين اللعيبة وبعضها في غرفة الملابس تختلف عن أندية كثيرة جدا، لأن في انضباط عن النادي الأهلي واللعيبة بتلعب كمجموعة، مفيش تنافر، مفيش غيرة من بعض، مفيش كلام من هذا القبيل، لأن كلهم عارفين الهدف واحد اللي بيلعبوا له. أنا بفتخر إن أنا كنت لعيب في النادي الأهلي، وبحمد ربي سبحانه وتعالى إن قيد لي الظروف إن أنا ألعب في النادي الأهلي واحمل اسم النادي الاهلي، حاجه كبيره مش صغيره. فعلى مر العصور اللعيبه بتعطي للنادي وبتاخد الاسم الكبير ان ده لعيب النادي الاهلي، دي شهاده. يعني اي لعيب حتى في انديه اخرى انتقل من النادي لسبب من الاسباب بعد الناشئين والشباب ما لوش مكان راح نادي تاني يقول لك انا تاسست في النادي الاهلي. فدي برضو علاقة وثيقة جدا بين اللاعب وبين النادي، العطاء والأخذ. العطاء أنا بدي كل ما أوتيت من قوة في أثناء المباريات بشرف وبأمانة ومع زملائي وبروح رياضية عالية جدا، وفي النهاية أنا باخد اسم النادي الأهلي، الحاجة الغالية جدا إن أنا منتمي للنادي الأهلي ولعبت للنادي الأهلي، ودي قيمة كبيرة جدا بيتميز بيها كل من لعب في النادي الأهلي، حتى لو ما استمرش وانتقل إلى نادي آخر يقول لك أنا متكون في النادي الأهلي. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي أثرت هذا الأمر. الكيان كيان النادي الأهلي سواء التكوين الإداري أو التكوين الرياضي يعني ماشي بنفس السمة اللي موجودة من زمان إلى الآن. الروح الرياضية تغلب على هذا الأمر، اعطاء الفرص للناس كلها متواجدة، كل واحد بيحاول يعلي قيم النادي الأهلي.